السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال لانيز 1 بالنسبه للشابتر 1 ديال لابورن سوبيريور و لابورن انفيريور. فكما كتشوفوا واحد الاكزيرسيس هنا اللي هو مهم كي غيساعدنا بزاف فاش اننا نحددوا لي فالور ديال السوب وبعض لي زينيغاليتي ديال السوب ديال بعض لي زونسومبل، فحال ما كان عندنا واحد لونيون ولا الا كانت كنا كنعرفوا واحد لونسومبل انكلي فواحد لونسومبل. دونك غادي نبداو الحل ديال هاد ليكزيرسيس هذا. فكما كتشوفوا اول سؤال هو نمونطرو بلا ا يونيون بي بورني. فمن خلال المعطيات هنا عندنا ا اي بي دو بارتي نون فيد دو اير بورني، يعني تنعرفوا على ان ا بورني اي بي بورني. اش كتعني ا بورني؟ ا بورني يعني راه إل إكزيست واحد إم أ، واحد إم أ كبيرة، بحيث كيلكو سوا إكس في هاد لونسومبل أ، إكس محصور ما بين كراند إم أ إي بتي إم أ، كيدير الفلوتشي. وبالنسبة للبي بورني كتعني إل إكزيست واحد إم بي، واحد كراند إم بي، حيت أن كيلكو سوا إكس في بي، عندنا إكس محصور ما بين كراند إم بي إي بتي إم بي. دونك حنا بغينا نمونطرو بلا أ يونيون بي بورني، يعني غناخدو واحد إكس كينتمي لأ يونيون بي. اش كيعني؟ كيعني بلا إكس راه أبارتيان لأ أو بيان إكس أبارتيان لبي. يعني إلا كان هاد إكس كينتمي لأ، يعني راه إكس أنفيريور أو إيكالا إم أ بتي إم أ، أو بيان غادي يكون إكس محصور ما بين، يعني إلا كان إكس كينتمي لبي غادي يكون إكس محصور ما بين بتي إم بي أو كروند إم بي. يعني في لي دو كا غادي يكون إكس محصور ما بين واحد سيرتان إم، لي بطبيعة الحال تكون ديبون ديال هاد إم بي، إم أ ولا إم بي، تقدر تكون إم أ تقدر تكون إم بي، المهم واحد سيرتان إم، وغتكون واحد سيرتان إم لي تقدر تكون إم بي ولا إم أ. يعني من خلال هاد المعطيات هادو كنعرفو بلا أن إكس غيكون محصور ما بين واحد لافالور إم واحد لافالور إم أخرى صغيرة. دونك فهنا كنوصلو بلا أن هاد إكس اللي خدينا في أ يونيون بي لقينا إكس محصور ما بين واحد لافالور واحد لافالور. دونك فهاد الشي كيقولنا بلا راه أ يونيون بي بورني. بالنسبه للسؤال الثاني كيقول لك بلي الا كانت حدنا ا انكلي في بي الوغ سوب دو ا انفيريور ويغال ا سوب دو بي. فهذه كما كتبان لكم غتبان لكم بلا ايفيدون، ولكن نحاول نمونطريوها. اول حاجه ديروا على اولا، اول حاجه عندنا اون سيبوز كو ا، يعني هادي عندنا امبليكاسيون، انا نسيبوزو هادي صحيحة اون مونطريو هادي، اون سيبوز كو ا انكلو دون بي. اش كتعني ا انكلو دون بي؟ يعني كيلكو سوا اكس في ا غادي نلقاو اكس ابارتيان لبي، كيلكو سوا اكس في ا اكس ابارتيان لبي. اش كتعني اكس ابارتيان لبي؟ كتعني بلا راه اكس انفيريور و ايكال السوب دو بي، يعني اكس ابارتيان لبي، بما ان بي بورني يعني راه اكس انفيريور او ايغال سوب دو بي. دونك من خلال هذا المعطى هذا وهذا المعطى عندنا كيلكو سوا اكس ابارتونو ا اكس انفيريور ايغال بي. دونك كيبان بلا الى جمعنا هادو كيعطينا بلا ان اكس قلنا سوب دو بي ايتان ماجورون
de l'ensemble A. Il a qu'un sup de B est un majorant de sup de A. Est un majorant de A. Quand on voit là, un sup de A ou le plus petit dire les majorants. Yani sup de A ou le plus petit des majorants. بما أن هذا سيب دو أ هو البلو بوتي دي ماجورون دو أ دونك وهذا إيطا ماجورون دو أ دونك غادي يكون سيب دو أ انفيريور و إيكال أ سيب دو بي أو كنكونو جاوبنا على السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث غنمونطريو بلا إلا كان A انكلف B alors لنف دو A يكون superior و يغال لنف دو B داكور. هذا معطى ديالنا طنك كيركو سوا X في A امبليك X بارتيال B طنك بما أن A B بورني طنك راه X superior A لنف de B. Donc, on va le هذا ou هذا quel que soit x f a x supérieur à l'inf de B. يعني بالله l'inf ديال B est un minorant de A. On كنعرفوا على ان l'inf de A est le plus grand des minorants de A. Yani A, l'inf de A est le plus grand des éléments de A. Donc, à chaque fois, la l'inf de A supérieur à l'inf de B. علاش حتاش قلنا لانف دو ا هو البلو غران دي مينورون دو ا دونك اي مينورون كيكون لانف دو ا اكبر منه دونك غتكون عندنا هادي بالنسبه لا كيسيون 4 يعني الا كان عندنا واحد لونيون ديال واحد لي دو زونسومبل بغينا نحسبو السوب ديالو الا كنا كنعرفو السوب ديال ا و السوب ديال بي ممكن انا نحسبو السوب ديال السوب ديال هاد لونيون هو الماكس ديال واحد من هاد الجوج. دونك اشنو عندنا في هاد السؤال هذا؟ عندنا نمونطرو بلا السوب دو ا اونيون بي ايغال الماكس ديال السوب دو ا سوب دو بي توجور فاش كتكون عندنا واحد ليغاليتي بغينا نمونطرو واحد ليغاليتي ا ايغال بي يا غير اما كنمونطرو لا ديفيرونس ا موان بي ايغال ا زيرو او لا كنمونطرو بلا ا انفيريور ا بي اي بي انفيريور و ايغال ا تيمكن لينا نقولو بلا ا ايغال ا بي. فهاد لوكا هادي غادي نمشيو نخدمو بهاد لا ميثود هادي حتاش هادي ميمكنناش مكنعرفوش واحد ليكسبريسيون ديال هاد سوب دو ا وواحد ليكسبريسيون ديال سوب دو بي باش اننا نحسبو لا ديفيرونس ونلقاو تساوي زيرو. دونك غنبروسيديو بهاد لا ميثود هادي. دونك غنمونطريو بلا غنمونطريو اول حاجة بلا سوب دو ا اونيون بي انفيريور ويغال على ماكس ديال سوب ا سوب بي. المونطريو هادي هي الاولى. اشنو عندنا؟ كنعرفو على ان عندنا ا انكلف ا اونيون بي وكنعرفو على ان بي انكلف ا اونيون بي. دونك هادي كتقول لينا من خلال
من خلال هاد لا كيستيون بلا السوب دو ا انفيريور السوب دو ا اونيون بي. وهادي كتقولنا بلا السوب دو بي انفيريور السوب دو ا اونيون بي. داكور فهاد لو كادي عندنا سوب دو ا انفيريور سوب دو ا اونيون بي سوب دو بي انفيريور ا سوب دو ا اونيون بي. دونك من خلال هادي وهادي ممكن نقولوا ان سوب دو ا اونيون بي انفيريور الكبير فيهم سوب دو ا سوب دو بي. دونك هادي الاولى مونطريناها. الثانية غنمونطريو بلا سوب دو ا اونيون بي اكبر او يساوي الماكس ديال سوب دو ا سوب دو بي. غناخدو واحد اكس ابارتيان ل ا اونيون بي يعني اكس ابارتيان ل ا و اكس ابارتيان ل بي. الا كان اكس ابارتيان ل ا يعني اكس انفيريور ا سوب دو ا ou la x inférieur à sup de b. يعني في هذه الحالة هذه يعني x inférieur à max ديال sup de a sup de b. في هذه الحالة هذه كنقول لنا أن x inférieur à max ديال sup de a sup de b. دونك x كينتمي ل ا اونيون بي ولقينا x انفيريور ا سوب دو ا سوب دو بي. نقولوا بلا هاد لو هاد نقولوا بلا هاد لو ماكس هذا هاد لو ماكس هذا سوب دو ا سوب دو بي ايت ان ماجورون دو ا دو ا اونيون بي. إلا كان ماجورون دو أ أونيون بي كنعرفو على أن سوب ديال أ أونيون بي هو لو بلو بوتي دي ماجورون. دونك غادي يكون سوب دو أ دي ماجورون ديال أ أونيون بي. دونك غادي يكون سوب دو أ أونيون بي انفيريور الماكس ديال سوب دو ا سوب دو بي. عفوا هنا في هادي عندنا سوب دو ا انفيرو سوب دو ا اونيون بي سوب دو بي انفيرو سوب دو ا اونيون بي خص يكون عندنا هنا في هاد لي دوكا سوبيريور يعني غيكون ديما هنا سوبيريور ويغا ماشي انفيرور. غلطت في الكتابة. دونك عندنا من هاد الاولى وهاد الثانية بحال قلتي مونطرينا A supérieur égal à B, on a A inférieur égal à B, donc on a le sup de A union B égal le max de sup de A sup de B. Donc, بالنسبة للسؤال الخامس, غادي نخلي لكم تخرجوه لأنه في نفس لا ميثود ديال السؤال رقم 4 يعني غير يكفي انك تكون عارف لا ديفينيسيون تعرف لا ديمارش يعني نخليه لكم باش انكم تخرجوه و الا ما فهمتوش ولا لقى فيه شي مشكل يكومونتي ليا ونناقش معاه. غير سؤال ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.